إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الجزء الثاني من الكاشكوك، غادي نشد الخلف ديالي هو الأول على هذا الشكل، وكنوضع عليه لي زيبينغ الدبابيس على هذا الشكل هذا. إذا التوب مطوي على اثنين، ونشد ونقطع بهذه الطريقة هذه. غادي نحاول نقطع الخلف هو الأول، إذا الخلف في الوسط ديالو غير مقطوع كالعادة كديما إن شاء الله. إذا بعد ما غادي نقطع الخلف ديالي، يعني خصني نركز كمبتدئة، نركز في التقطاع ديال الخلف او اي حاجة اخرى. اذا غادي تبقى لي نعمل له لا بار مونتور ديالو، غادي نطوي التوب على اثنين ونحطو بهذه الطريقة هذه، ونقطع لا بار مونتور. لا بار مونتور عاودتها معكم عدد كبير من المرات وكثير من المرات في جميع لي فيديو اللي درت في بيت الخياطة. اذا وغادي نقطع الحجم ديالها بهذه الطريقة بعينية او الوي. اذا عيني ميزاني كيقولوا صناعية الكبار. غادي ناخد لو دوفون ديالي اللي هو خديت منه الخلف، لاحظوا حيدت ما تبقى من الخلف باش ناخد لو دوفون ديالي بهذا الشكل هذا. اذا هذا هو اللي همنا في الموضوع ديالنا ديال الكاشكور، هذا هو المهم. غادي نشدو ونقطعو بهذه الطريقة هذه. اذا ملي قطعتو هذا الاساسي، غادي نقلب على الغلاف ديالو اللي غادي يجيني من الخلف او داخل، اللي هو كيتلاقى مع الجسم ديالي مباشره كما بغى يكون هو غي دوبلور باش نقتصدو على التوب. حطيتو بهذه الطريقه هذه كما بغيتي تحطو معكوس ولا شي حاجه بحال هكدا، غير المهم يكون كيشبه اللون او متناسق مع اللون ديالو، لانه غير غلاف. وغادي نزيدو هذا الطونطيل الجميل، هو رخيص متنوع للجميع غيريي. وغادي نحيد دابا لي جيب ديالي، غادي نسو الجيب الاولى ديال لو دوفون بهذه الطريقه هذه. اذا انت وضعي لي زيبينغل، شدي التوب ديالك بلي زيبينغل باش ما يهرب ليك، وتفصلي بهذه الطريقه اللي هي جميله. غادي ناخد الجيب الثانيه، وغادي ندير الميليو ديالي، غادي نحدد الوسط ديالي ونقطع بهذا الشكل بحكم انه تمرين. كنقطع كيما بغيت انايا متحرر، يعني غادي نحل دوبلو، نحيد الباترون باش نبداو الخياطه ان شاء الله. لاحظوا معايا الامامات، جوج الامامات، غادي ناخذ جوج الامامات اللي مقيم هما باش غادي نخدم، والاخر غادي يكون عندي بارمونتير الداخل. اذا غادي تشوفوا كيفاش غادي نخيطوا. اذا هذا هو الدرس ديالنا على هذا الشكل. شدي معايا استاذ، غادي نشد هذا، نحي على هذا الشكل، ونشد الوجه، هذا الوجه مع الوجه على هذا الشكل، ونخيط. هذا الحجم هو اللي عندي مهم. هادشي اللي كيخرج من هنا لهنايا هو اللي مهم عندي، لاحظوا سيروا على هاد الشكل هذا. اذا غادي ناخذو ونخيطو بهاد الطريقه هذه، هاد الشكل هذا. غادي نخيط كل واحد على حده. اذا دابا كنلصق الطونطيل ديالي، لصقتو في الجزء الاول من كاشكوك. اذا كنخيطو بهاد الطريقه الجزء الثاني، اذا كما قلت لكم كل واحد على حده. اذا غادي نقطع وغادي نفصلهم، نفصل الطونطيل ديالي بهذه الطريقه هذه، وغادي نوضع واحد فوق واحد. شوفوا هذا الفوقاني هو اللي غادي نخيط من فوقه بهذا الشكل هذا. اذا هنا خاصها تكون عندكم اشد ملاحظه هنا فين غادي نخيط، من الخيط الثاني بحال كنخيط البيو، غادي نلاقيهم بجوج على هذا الشكل. غادي نلاقي الدوبلور مع لاباس 1 ديال كاشكور، ونخيط بهذه الطريقه. كنهرب على الخيط شويه بهذه الطريقه هذه باش يطلع ما يبانليش الخيط ملي نقلب الموديل ديالي. اذا انتهيت من الاول، غادي ندير نفس الشيء الثاني. لاحظوا هذا هو الدوبلور اللي غادي يكون عندنا لداخل، غادي نخيطو. غادي نخيط هذا، غادي نوضع الدونتيل ديالي بالاسفل، وغادي نتبع الخياطه اللي كنت خيطت في الاول. الدونتيل شبيه لهذا، مثل العمليه اللي قمت بها الاولى،
ونخيط بهذه الطريقه هذه. يعني كمبتدئ خصك تمشي بشويه عليك تو دوسمون، لا داعي للسرعه، السرعه تقتل. بعد انتهاء ديالي من الاول والثاني غادي نحاول نكرونتيهم بهذه الطريقه هذه، يعني باش يوليو ليا سوبل مطلوق مزيان، ونقلب ونخيط. الرازي فعلا شي حاجه الا كان شيطان خلي المليمتر ديالي، وغادي نقلب بهذا الشكل هذا. اذا شتو الدونتيل ديالي لاحظته بطريقه اليد الخلف اللي وضع، ونخيط بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نبدا الخياطه الافقيه بهذا الشكل هذا. اذا غادي نكمل العمل ديالي بالخياطه الافقيه. كندير الغرزه طروا باش تكون الغرزه يعني كبيره وواسعه، القليله تكون فيها 0.5 المليمتر. اذا الدونتيل يبان ليا باش ما يبانو ليش الخيوط، يبان ليا على حسب المقاسات اللي خديت انايا بالبي بريسور بالدواس. اذا غادي نبقى نحل بحال هذا الشكل هذا، وندوز الخياطه ديالي الاخوات والاخوان على هذا الشكل هذا. اذا نحاول ما يدير ليش لي فاك ديالي يعني الاوليه. اذا بعد الانتهاء من هذه الطريقه هذه الخياطه اللي هي على شكل مبسط، غادي نوضع واحد فوق واحد على هذا الشكل. اذا لاحظوا معنا غادي نوضعهم بهذا الشكل هكذا على هذا الشكل. اذا كشكور بدا كيبان لينا، غادي نلاقيهم بجوج على هذا الشكل، ونخيط من الاسفل على هذا الشكل هنا. مزيد من التوضيح انا غادي نوضح لكم. شوفوا غادي نوضعوا هذا على هذا، المساحه اللي خلينا المسافه اللي خلينا ديال لو انتيغ هي اللي غادي ندفعوا للداخل على هذا الشكل هنا. هذا لو انتيغ اللي وضعنا هنايا ونخيطوا من الاسفل. إذا غادي نشدو بهذا الشكل هنا ونخيطو تما على هذه الطريقة هذه وعلى الشكل اللي كتشوفو. إذا بعد الانتهاء من هذه الطريقة هذه ننتقلو لموضوع آخر. عندي على جوج، هاهو على هذا الشكل الحزام على جوج، وعندي البيي عملتو بهذه الطريقة هذه. شتو غادي نطوي على جوج وغادي نخيط، وغادي تبقى ليا لا فالور ديالي هنايا، القيمة ديالي ديال الخياطة 3 مليمتر هنايا. اذا غادي نوضع الصباط على هذا الشكل ونخيط. ذكر ان هذا الصباط هو ديال لي فرونس، شتو الفيس ديالو ها هو. غادي نزيد نوري لكم، ماشي دابا، يعني كترخو تتخيط وكتزيرو ملي تبغي دير لي فرونس. اذا لاحظوا معايا لا سانتيغ ديالي على هذا الشكل هذا. ديما كنخلي 3 مليمتر هنايا فهاد البي اللي شريت، راه ما مقادش ما مساويش، جهه طويله جهه عريضه، وخطوه طواطو كريمه على هذا الشكل هذا بالحديده، وجهه طويله وجهه قصيره كي كتشوفوا هنايا. راه ما واضحش، خصكم تقلبوا البي قبل ما تخدموا بها البنات والاولاد. اذا كنمشي ديما المقاس ديالي هو هذا. هاد لاسانتيغ ما كنتش غادي نضيفها، ولكن شفت واحد الموديل سيفطاتو ليا وحده من المتتبعات ديالي، و انا نعمل فيه الموضوع، قلت لها غادي نعمل فيه الموضوع. لاحظوا معايا اوتوماتيكمون غادي نرد على هاد الشكل هذا، وناخد ونعمل هكذا، ونجيب الثاني ديالي على هاد الشكل هذا. ها هو قلبت هاد الجهه اللي مطويه على جوج ديال الجهه هادي، ونخدم بهاد الطريقه هادي. ان باون اريغ الفايبيان او عملت اطرت او رتقناه. اذا هذا مشدود على جوج، هذا على اثنان، وهذا على اثنان، وهذه مهرسه. اذا غادي نحل السقال كاشكور ديالي، شوفوا لاحظوا على هذا الشكل هذا، ها هو شتا، وهذا كذلك ومثال على هذا الشكل هذا، ها هو الوسخ عندي هنايا شتا، وغادي نقلبهم على هذا الشكل هذا. اذا هذه الجهه هي اللي زويونه، هي باش غادي نخدم. تلاحظوا معايا الموديل وتشوفوا معنا، هذا هو كاشكور ديالنا. غادي نشدو لاسانتيغ ديالنا، هذا هو الوجه ديالها، غادي نشدو ونخيط هنايا. هاد البلاصه ديال الخياطه هي اللي غادي نهرب عليها شويه، ونشد ونخيط بهذا الشكل.
الخياطه ديالو. لاحظوا انني خيطت في البلاصه اللي كنت خيطت فيها، غادي نعاود الخياطه من فوق ديك الخياطه اللي خيطت فيها باش ما تبنش الخياطه. كنلاقي الكاشكور مع هاد لاسانتور اللي ضفت ليكم، ما كنتش ضفتها في الاول. اذا كنخيط بهذه الطريقه هذه، وكنرازي الحاجه اللي خارجه كنرجعها باش يجوني متساويين. من بعد كنقلب بحال هكذا، وغادي ندير سيغ بيكير. راه سيغ بيكير هي الخياطه الافقيه، كنكبر الغرزه باش كتنعسها. ولي باش غادي ندير الحديده، كنثبت المصلوح او الميكواد، كنثبتها بهذه الخياطه هذه، وكنشوف واش تنعست الخياطه على جنب ولا لا. اذا بعد الانتهاء من اللصاق باش لصقت لاسانتور مع الصدريه ديالي كاشكو، ننتقلوا للموضوع الثاني. اذا غادي نزير الفيس باش ندير لي فرونس. ها هو الصباط ديال الفيس، ها هو باش ندير لي فرونس في التنوره. على هذا الشكل عقلت على البروغرام ديالو، وغادي نشد بهذه الطريقه باش ندير لي فرونس. لاحظوا معايا الغالبيه، ها هو. اذا لي فرونس ما عطانيش بزاف لي فرونس، انا غادي نعاود نزير ونزير باش يكمشوهم ليا. لاحظوا اذا هذا الصباط باش كنت خدام دابا نيت، يعني هانتوما لاحظوا، او غادي يدير ليا لي فرونس والعدد اللي بغيت على حسب الميليمتراج. قد ما زيرتي الفيس، قد ما زيرتي، قد ما درتي الميليمتراج ديالك. شتو شتو شتو، لا ما نتحسب ندير شي حاجه. موجود كيدير 20 درهم، هذا موجود كيدير 20 درهم. البنات طوب طوب، رائع رائع وجميل بزاف بزاف بزاف. لاحظوا معايا، هو هنا ما بقاش كيدير لحقاش جبتو، هنا ما دارش لي فرونس. هانتوما غادي نرجع لهنايا ونعاود ندير الطريقه نفس الطريقه. هنا جبتو، هنا ترخى ليا الفيس، غادي نعاود نزيرو. ها هو غادي كملت غير دخل ليا الفيس، حيت هذا اللي شريت انايا غير واحد اللي بقى عند ميرسوري بائع لوازم الخياطه. شفت ساليت معاه، غادي نحيد ونرد الفيس كي كانوا نخيط به مباشره. هانتوما غادي نحيد الفيس، نقص الفيس ديالي، انا كنحل الفيس ديالي، غادي نحلو نحلو نحلو. لاحظوا معايا هنا ما بقاش كيبان، ها هو ها هو ترجع لبلاصتو هنايا هنايا. شفتو شفتو شفتو، ها هو ها هو صافي رديتو ليا. غادي نخيط دابا، انا درت المقاس ديال هذا، درت المقاس ديال هذا، درت المقاس ديال هذا مع هذا على حسب الميليمتراج اللي عندي في الفيس. انا غادي نشرح لكم في المباشر، نعاود نشرح في المباشر. وحطيت شديت هادو هكذا وحطيت ودرت الفايبيان ديالي بنفس الصباط، بنفس الصباط، ما نبقاش نحيد ونرد البنات. ها هو بهذا الشكل هذا، وكنجبد لا سانتور ديالي. واضحين لي فرونس بنتي؟ واضحين التكيمشات؟ بنفس الصباط اللي درت به لي فرونس هو اللي خيط. اذا لاحظوا معايا، انا عاودت نعست هذا، نعستو لتحت، لانني الا بغيت نعسو لهنا باش يجيو فاس فاس غادي يجيني في الكشكاتشات شويه صعيب. ودرت له بحال هكذا، ها ها لي فرونس ديالي شتوهم واضحين ياك. اذا هادشي اللي بغيت نوضح لكم، بغيت نوضح لكم كيفاش داز عندنا الصدر ديالنا بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. ها هو شفتو كنزير لي فيس، ها هو الفيس ديالي خرج لي هنا شفتو، ها هو على هذا الشكل. وغادي نتلاح وندير لي فرونس ديالي في الخلف. اذا غادي نشد ندير لي فرونس. اذا هذا الخلف ديالي على هذا الشكل. تسهل عليا المأموريه. هذا البي بريسور كيدير 20 درهم جميع المناطق داخل المملكه المغربيه، او كاين اللي اقل
كانت شي بلايص قليل قليل كيدير 15 درهم او 10 درهم. اذا كل منطقه وشنو كيدير سميتو. اذا غادي نخيطو بهذا الشكل، ولكن غادي نخرج الفيس ديالي نحلو ها هو تنحيدو عاوتاني ونخيط حتى ما يبقاش يبان ليا تمايا. اذا غادي نقلب الظهر ديالي، هذا هو اللي فيه الكشكشات لي فرونس، ونقلب عليه هذا الشكل ونخيط. اذا هذا القفا ديالي الخلف، نخيط الخلف ديالي. اذا غادي ندير لابامونتيغ وغادي نجمعها ونوريكم الموديل ديالي. اذا غادي نلصق لابامونتيغ ديال الخلف على هذا الشكل ونلقيه مع الامام. اذا عندي الامام ديالي على هذا الشكل كاشكا لي فرونس ديالي اللي درنا بالصباط البيبريسور. غادي نشد الخلف ديالي اللي هو هذا على هذا الشكل. اذا هذه لا بارمونتور باش يكون بيان غارني، ونشد ونخيط لا بارمونتور ديالي بهذا الشكل هذا، ونخيط بهذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا، ونجمعه ونوريه لكم. اذا الموديل ديالنا هو هذا، ما محدد ما والو ما حتى شي حاجه. الدرس ديالنا على هذا الشكل هذا، ودرنا الدونتيل على هذا الشكل، ولا غارنيتور هي هذه. لاحظوا معنا اذا على هذا الشكل هذا كاشكور ديالنا، لا سانتور اللي درنا على هذا الشكل هي هذه. اذا ما بقى لنا الا نودعكم وسوديكم في امان الله، وللقاء في درس قادم ان شاء الله.